الإطار العمل التشاركي بين الإطارات وتنفيذنا لبرنامج الحكومة فيما يخص لا سيما الشق الخاص ب بمرافقة المصدرين وبمرافقة المصدرين وخلق وتشجيع المؤسسات الصغيرة على القيام بعملية التصدير. تم تنصيب اليوم بمقر غرفة التجارة والصناعة خلية الإصغاء ومراقبة المصدرين تحت إشراف السيد المدير مدير الغرفة غرفة التجارة والصناعة، حيث تم مناقشة جميع العراقيل وجميع الإشغالات التي طرحت من طرف المصدرين. احنا كقطاع على مستوى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، احنا كقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، وتم كذلك طرح إشغالات الإطارات الممثلين أو أعضاء الخلية الإشغالات الخاصة بالمصدرين على مستوى الإدارة، حيث تم الخروج بمجموعة من التوصيات وبمجموعة من الاقتراحات التي تم البداية فيها بذكر بإحصاء المتعاملين الاقتصاديين المصدرين، وكذا بإنشاء أنجيد للقيام بتعريف بالأساسيات أو بالامتيازات الخاصة بعملية التصدير، وكذا ببرمجات أيام تحسيسية الخاصة بالمصدرين، وكذا بتشجيع المؤسسات المصغرة في الاتجاه إلى عملية التصدير. وشكرا.